أكد وزير البترول المهندس طارق الملا دعم الوزارة خطط الدولة في تنمية جنوب الوادي من منطلق رؤية الاستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة واستغلال ثروة مصر التعدينية من خلال إقامة صناعات تكميلية تقوم على الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة كي تسهم في دعم الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الجمعية التأسيسية لشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والتي تعد أول شركة في الوادي الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حمض الفوسفوريك نحو 500 ألف طن سنويا، والتكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تبلغ نحو 900 مليون دولار. ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلا سنويا يقدر ب 366 مليون دولار.